السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. في أول ظهور للفنانة الجميلة فريدة سيف النصر بعد مرضها وتورم وجهها، شاركت الفنانة فريدة متابعيها بفيديو لها عبر حسابها بموقع فيسبوك، مؤكدة عدم إصابتها بمرض السرطان أو فيروس كورونا. بعد الشائعات المتداولة فور نشرها فيديو تطالب متابعيها بالدعاء لها، قائلة: أنا خفيت ووشي بقى كويس، ولو عندي مرض خبيث هقول هخبي ليه. وجهت فريدة الشكر لكل الفنانين والإعلاميين الذين اطمأنوا عليها، قائلة: الحمد لله مفيش كورونا، كورونا الوحيدة اللي أعرفها بتاعتنا بتاع الزمان اللي كنا ناكلها تكسر سننا. مناشدة بعدم نشر هذه الأخبار السيئة بسبب تعب والدتها، قائلة: كفاية فتاوي وأنا قاعدة على قلبكم، أنا عندي أحفاد عايزة أربيهم وأشوفهم في الكوشة، وزي ما حبيتوني وأنا صغيرة وقمر تحبوني دلوقتي. وأوضحت إن سبب الورم لدغة حشرة، حيث كانت تصور مشاهد من مسلسلها الجديد ولاد إمبابة في حديقة بمكان زراعي، وتعرضت للدغة من حشرة دون أن تشعر، والورم التاني كان بسبب خراج تحت ضرسها. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل وأرق تحياتي وتحية أسر الثقافة ومعلومة.